الله يحفظك واشكرك واشكر هاي القناه الشريفه الموقره حياك اللي الله. هي وسلم صوت الشعب العراقي. واناشد اخوتي خليهم عراقيين، خليهم يحسون عراقيين. هذا وزير الخارجيه رجل هندي كشميري من بيت الشيقر ويمثل العراق على الاسف، وياتي بالمؤتمر ويقول الفساد كان تحت الطاوله الان فوق الطاوله ويقول ما يكفي. واني اقول لاخوتي العراقيين لا تصدقون واحد يفيدكم اذا مو نفسيته العراق. الكويت ما قاتلها، ما قاتلها العراق. اولا هي اخذت ارض صفوان والرميله الجنوبيه وغلست عن خور عبد الله حتى السد الحلوق، السد الحلوق. وهاي الدوله ما تمثل العراقيين، والله ما تمثل العراق طالما بها محاصصه. المحاصصة تلغي المواطنة، المحاصصة يعني سني شيعي كردي عربي ونبقى احنا. وامريكا عندها تخطيط الا تخطيط، نعم تبقى هيك دوم مستمرة. وهذا المؤتمر جاء بناء على طلب امريكا وايران. زين ايران، ايران يعني ليش ما تبرعت بشيء؟ اسمعك ابو علي. ايران لم تعلن تقديمها اي قروض او مساعدات الى العراق. اي الاقتصاد الايراني عده مرات انهار، وقامت ايران تبيع باسم العراق وتعدل اقتصادها. تعال شوف اقتصادها متبهدل هالايام، شويه لزموا ايدهم قدام يعني العراقيين، قطعوا هاي الاموال اللي تجي للعراق، تدمر النوم مره ثانيه. شوف الوكالات وهذول مجموعة لصوص، يعني هي اللي جابتهم إيران إيش راح يسوون لنا، واللي جابتهم أمريكا إيش راح يسوون لنا.